Muchas gracias, honorable presidente. زملائي زميلاتي البرلمانيين المحترمين، سيدات والسادة، يشرفني في البداية أن أعبر باسمي وباسم أعضاء الوفد المغربي عن سعادتي واعتزازي الكبير باللقاء بكم وبتواجدي بهذا البلد الرائع وبهذا الفضاء الراقي لمجلس الشيوخ المكسيكي، أحد رموز الديمقراطية العريقة ببلدكم الصديق. سعيد كذلك بأنكم شرفتموني بإلقاء هذه الكلمة أمام مجلسكم الموقر، وهو تشريف لن يكون من المبالغة القول أنه سيظل راسخا في ذاكرتي ولا شك في ذاكرة مؤسستين التشريعيتين. سيدة الرئيسة، في الحقيقة فإلى جانب القيم والقواسم والضوابط التاريخية التي تجمعنا، يجمعنا كذلك الكثير من التحديات والرهانات المشتركة، وهو ما يصعب تركيزه في هذه المدة الزمنية التي شرفتموني بها. ولذلك اسمحوا لي أن أكتفي بالتأكيد على بعض الرسائل التي أعتبرها أساسية. فأولاً، نريد أن تعلموا أننا بالمغرب ننظر بالكثير من الإعجاب والتقدير للخطوات التي حققها الشعب المكسيكي الصديق على درب توطيد تجربته الديمقراطية وبناء السلم في محيط جهوي ودولي بالغ التعقيد. ونود بهذه المناسبة أن نهنئكم على موقع الريادة التي أصبحت تحتله المكسيك في العديد من الميادين والمجالات. وإن كنت لأختار من بين كل المجالات أكثر المجالات التي تعتبرون فيه حقاً القدوة والمثال الجدير بالتقدير والتحية، فهو ما نراه أمام أعيننا اليوم من هذا المشهد الرائع الذي تتيحه المناصفة في أبهى تجلياتها. فهنيئاً لكم جميعاً وهنيئاً للمرأة المكسيكية.